أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق
فأمتعه قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره وبئس المصير صدق الله.